Havma, havma. Difmak. Şey soracağım, karne notları çıktı mı çünkü... Bırak, neden sen tanıtma hiç olur. Bırak, hayır, ben eleniyorum. اليوم حبايبي حنعمل مقلب في امل. طبعا يا جماعه انا بدي اعمل مقلب في امل من زمان بهالفتره الماضيه، حاولت اعمل واحد في رمضان بس ما زبط، وبيني وبينكم ما بعرف اذا هذا المقلب كمان حيزبط. ان شاء الله يزبط المقلب. المقلب يا جماعه كالتالي، حاعمل فوتوشوب لنتيجه امل واوهمها انه جابت نقاط او علامات كاريتيه ومش ظابطه. طب شلون حيصير هالشيء؟ القصه كثير سهله، بدي اعمل فوتوشوب. هي صراحه مو سهله كثير، بس انه يعني الفوتوشوب بده وقت، بس مو مشكله. حنحط نقاط كاريتية على النتيجة وأبعثها لأمل على اللابتوب، وأعمل شي طريقة وشي شغلة لحتى أنا أمسك اللابتوب وأعمل حالي شفت هالنتائج، وبعدها دغري أعطي اللابتوب لإلها لتشوف النتائج، وبدي أشوف ردة فعلها كيف حتكون. طبعا حبايبي لا تنسوا تشتركوا في القناة إذا كنتوا جداد، تحطوا لايكات، تتابعوني على حساباتي في الإنستغرام وعلى قناتي الثانية. يلا نبلش المقلب. طبعا هلأ كلكم حتحكوني وين حتحطي الكاميرا. بدي أتسجل شوف الموضوع كيف يعني. أمل أمل بالغرفة، بدي استنى لسه شوي بطلع من الغرفة كرمال اروح اثبت الكاميرا بمكان اللي ما تقدر هي تشوفه. هون حتبت على السريع الوضع تمام. الوضع تمام يا جماعة، تبت الكاميرا وهلا عم صور من الكاميرا هون. ان شاء الله خير. أمل فاتت على الغرفة. هلا حأعمل حالي إنه عم صور ستوري شي شغلة، لأنه هي ما شافتني لابسة حجاب أبدا، فبلكي هيك بتحكي ليش لابسة حجاب. بس بالعادة أنا وقت بدي صور ستوري أو تيك توك أو فيديو بلبس حجاب بالبيت يعني وبتجهز، فحأعمل حالي عم صور ستوري أروح عندها وأطلب منها اللابتوب. Okay. Amul, I'm a consort for the time. No, no, that's me. It's okay. يا جماعة بدي بس ورجيكم أمل هيك شلون قاعدة طول اليوم. ولا دائما بحكي طول اليوم. أنا هيك بحاول أدور على شي تيك توك أصوره. وأنا أنا شو رأيك نصور شي تيك توك؟ نصور هذا تبع بيستي شو بسموه؟ في تيك توك جديد؟ لا لا. ماي بيستي. Your bestie. إيه خلاص ما بتعرفي. Anyway. حروف و... أمل بغيت واحد بلاتي، بغيت واحد ذاك الفيديو ديالك ديال الاستيتيك، ذاك الفيديو ديال اللي فيهم هذوك اللعيبات استيتيك عرفتيهم؟ عرفتيهم؟ ذاك اللعيبات اللي كيكونوا نازلين بحال هكا، بغيت نديرو في المونتاج. ناخذ بيسي؟ لخبطت بالحكي، ما عاد عرفت شو بدي احكي بالاخير، ما بعرف ليش. المهم هذا هو اللابتوب. هلا يا جماعه بتعرفوا شو حاعمل؟ انا عندي صوره في لابتوبي، استنوا لازم احطكم. السريع 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 جاي معاه. هذا لابتوبي وهذا لابتوب امل. انا عندي الصوره الفوتوشوب تبع نتائج لابتوبي، حانقلها على لابتوب امل هلا قدامكم. Thank you.
هلا بتعرفوا نقلتها وظبطت موضوع هيك كأنه نازل من واقع وحروح لأشوف هلا ردة فعل أمل. او ماي جاد هعمل الجوال هيك تمام الأول بعد بشوف يعني هو اوريدي الكاميرا هيك عم تسجل. أمل نقلتهم ولكن بحلكين شي بروبليم هنايا ما عرفتش شاد شي عندك في البيزي صافي شوفي بحال انا عندك شي بروبليم ما عرفتش شنو هذا الشيء وطلع لي هذا السيت ديالك جيت بحال هكا خرجت لي النوتيفيكاسيون منه ايبا هذا السيت ديال القرايه بلاتي امال هما نتائجك وما هادو بتركيا نتائج جاك امال صافي ما يمكنش 40 على 100 ما يمكنش انت يلا شتي كتبقاي تقولي لي هادشي بس بنعرف انا بلي هادشي بصح ولا لا ما قالي لي هادشي وحيد النقط هادو واش تخوت عليك انا النقط هادو علاش ما يمكنش باقي تقرا في الخاص 40 على 100 واه سكتي عافاك تخربقيت واش هادشي هادشي شوفي بعينك ها هي فيديو اصخصو مي صيفطو لنا ميساج بلي تلاحو ماشي داكشي يجي ولوح واش قلنا هادي ها هي ها هي قال لك شي ولوح واه الهبل هذا سكتي عافاك وشوفي الاخرى مرحبا شي صور جام كان انا طريت شكتم چونكو باندان شكتا كيبي باندا شكتا كيبي غوزوكيو شكتم ساندا واش اش شنو كتقولي غنسول واش بصح طلعوا ولا لا حيت ما داكشي ما يمكنش شنو هي 40 ها هي قدامك انا ها هي انا كنصبر يديك واه ها هي وخليني غنشوف ما يمكنش انا نجيب كامل ما يمكنش واش كتفكري جدت لي انا كتشوفي لي دارتك بلي غتجيبي مزيان ما يمكنش انا واش تقول لك دايره انا 40 واش انت مريضه من الصباح وانا تنقرا في الاخر العام واحد يديك كنوريك ما درت انت سميتو واه راه هي 40 على 100 غنضرب واه مريضه هادي وكتضحكي باقي كتضحكي عجبك راسك محيت واثقه في راسي صافي واه تتفلي عليا تماك ما يمكنش هذا الشيء ما يمكنش والله بنتو ها هما قدامك ها هما ها هما باش ما خرجوش ما تفليش عليا داك ما كنفلاش عليك بريش دي شي واحد اخر ما خرجوش وما يمكنش نجيب 40 يا 80 صافي ما خرجوش ما كنحملش داك التفليه ما تبغيش تعمل ليش اصلا ديال الضد عليك صافي ضربت لي يدي بس مش الكاميرا ليش ضربتي لي يدي سنعود بعد قليل ليش هيك النقاط عندك شو هاد 40 من 100 شو يعني هيك يعني ليش سويتي هالشيء لا لو امل واثقه في نفسها يا جماعه واثقه في نفسها لا مستحيل ولك ضربت لي ايدي والله يا جماعه هون صارت حمراء انا عامله لي هالشغلات وعم تقول لي لا 40% شو بس هاد؟ بس والله قولي لي شلون الفوتوشوب يعني انا هيك اللي فلسني انه راحت بعثت رفيقتها مشان تتاكد يعني انا هون لايك خلص رفيقتها هلا بترد عليها بتقول لها لا خلص كان لازم انه انهي المقلب وانهي الموقف بس يا جماعه عليك احكي لكم شغله انا واثقه من امل وواثقه انه نتائجها حتكون تمام بس حبيت هيك اشوف ردة فعلها وتشوف العصبيه تبع امل وقت تكون هيك يعني واثقه من نفسها كثير انه خلاص انا عصبتني كثير لانه قاعده عم تحكيها بطريقه ما خلتني حتى اشوف يعني شو عم يصير عم شيل لك ايدك مشان ما تقبزي عليها تطلع هيك صوره مو سيف اللي ما بيعرف شو هي 40 دقيقه يجيب لكم نقطه على 20 ايه صح لانه هون بتركيا على 100 النقاط يعني مثل الدول العربيه الثانيه نحن بالمغرب على 20 ف يعني كانك جبتي 4 من 10 شيء زي هيك يعني مثال يعني انه النقطه ما حلوه ابدا يعني تحت المعدل انا فخوره فيكي اموله الشغله المهمه انه قدرتي انك تواكبيهم باللغه وبكل شيء لا وان شاء الله حتجيبي معدلات احلى ونتيجه احلى وحتشارككم ان شاء الله النتائج تبعها بس يطلعوا قريبا ان شاء الله بيطلعوا ما
وحتشاركهم معكم ان شاء الله على قناتها. حخلي لكم رابط بصندوق الوصف مشان بس نزل هذاك الفيديو، ما بعرف متى حتنزلوا امل، بس انه نزلته انتم بتشوفوه ان شاء الله. فامل ام براود اوف يو، وبعرف انه نقطتك اللي عجبني انه واثقه من نفسك، فبرافو. بس انه مو فلجتك، مو انه هيك يعني حسيت بشيء يعني يعني هي انا جيت بطريقه غليظه يعني، بس اني واي. المهم اكلتي المقلب؟ لا، صار لك سنه بدك تعملي فيها مقلب ما عملتي، وانا كل يوم بعمل فيكي مقالب مقالب لانه انا ملكه المقالب. المهم حبايبي هذا كان فيديونا اليوم، لا تنسوا تشتركوا في القناه، تحطوا لنا لايكات اذا بتحبوا هالنوع من الفيديوهات، وبدكم مقلب ما امل اكثر واكثر واقوى واقوى. لا أقوى. انا روحوا على الانستغرام، روحوا حبايبي، شو روحوا على الانستغرام يا جماعه، لا يا جماعه انا بمقلبي شغلات الدراسه وهيك، هي انا شو بدي اسوي فيها مثلا، هي عندها كثير افكار لانه انا هيك يعني. حطي اللابتوب هنيك، ما حاحط لك اللابتوب، لا خلاص لعما خلينا نقول للناس مع السلامه. يا الله ما خلتنا احضر تيك توك على حالي، عم جبتي 40 ما بعرف شو. وبس حبايبي هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تشتركوا في القناه، اللي وصل لهذا الوقت من الفيديو حط لنا هذا الايموجي مشان نعرف الاوفياء، حطوا هذا الايموجي. وبس خليت لكم الراحه، امول اكلت المقلب وبنحكي لكم، خليت لكم الراحه، سلامة لك خجلانة أكلة المقلب.